يلا تعال. كل يوم بنتي شكل. يا اخي اتقي الله يا اخي، حرام عليك. يا احمد انا مكسوفه، خايفه يكون بابا جوه، انا بتحرج قوي. يا ياسمين انت عبيطه، هو انا لو ابويا جوه هجيبك هنا يعني ولا هنيجي على هنا؟ ادخلي هنقعد براحتنا. ادخلي ادخلي. ياسمين 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 بنتي. ادخلي ياسمين. بابا انت هنا يا بنتي، بتعملي ايه؟ يا بابا ده زميلي في الجامعه وكنا جايين نذاكر مع بعض. تذاكري ايه وتهببي ايه؟ تعالي على البيت يلا روحي. حاضر حاضر. يا استاذ احمد ايه يا عماد، انت مشيتها ليه؟ ما قالت لك ان هي جايه تذاكر معايا شويه. هو يعمل فيا ايه لما يروح لي البيت؟ لا تذاكر تذاكر في بيتها احسن يا استاذ احمد. اه وانت جالك الجراءه بقى تعمل اللي انت عملته ده؟ يا استاذ احمد احنا ما بنسعش كده. سيبك بقى انت من الكلام ده، احنا كنا هنقعد شويه مع بعض. ايه يا عماد انت نسيت ولا ايه؟ نسيت ايه بس يا استاذ احمد؟ انا هفكرك، شكلك بتنسى بسرعه. نسيت ان احنا واخدين عليك وصلات امانه عشان لو حاجه راحت من هنا نرفعها. بس يا استاذ احمد كل حاجه موجوده، مفيش حاجه راحت. ما هو مفيش حاجه راحت، بس احنا نقدر نخليها في حاجات راحت مش حاجه واحده، وساعتها بقى الوصلات تترفع وانت تتحبس وهتبقى محبوس بين اربع حيطان مش عارف عن بنتك حاجه، وساعتها برضه هعمل اللي انا عايزه مش هتلف وهتلاقي غير انا. بالله عليك يا استاذ احمد، بالله عليك احنا مش وش كده، مش وش بهدله. الله لا يسيئك، سيبنا في حالنا. طب بس سيب بنتي. طب بس اهدى. ايه رايك ما ارفعش الوصلات؟ وايه رايك ما تتسجنش؟ الله يكرمك يا استاذ احمد، الله يكرمك. بس تجيبها تقعد معايا شويه. يا استاذ احمد بقول لك احنا مش وش كده، الله لا يسيئك. بالله عليك يا استاذ احمد. شكلك يا عماد متعب وهتتعبني معاك، وانت عارف ساعات بتقفل معايا ما بشوفش قدامي. يا استاذ احمد ما ينفعش انت بتقول عليه ده. طب انا حتى لو هسجن يا استاذ احمد. طب عندي حل تاني يا عماد، انا كل ده عايز اريحك انت. عندي حل تاني حلو. اتفضل. ايه رايك اتجوزها؟ بجد يا استاذ احمد هتتجوز بنتي؟ ايوه على سنة الله ورسوله؟ على سنة الله ورسوله. انا موافق انا موافق، بس ليلة واحدة. وساعتها لا ارفع شيكات ولا وصلات، وانت هتعيش وهتخاف على بنتك وهتبقى تصرف عليها وهتبقى جنبها بدل ما تدخل السجن، وهتسيبها وفي النهاية برضه هجيبها واعمل اللي انا عايزه. انت لسه هتبصلي وهتفكر؟ بقول لك ايه؟ روح شوف شغلك وفكر في الموضوع وبرد عليا. يلا. ياسمين ياسمين خش اذاكري. اذاكري ايه بس؟ وزفت ايه يا فريده؟ شيل الكتاب ده من قدامي وقومي انت من جنبي دلوقتي. انت مالك ليه متعصبه من كده والنهار؟ مش متعصبه ولا حاجه، روحي انت يا فريده دلوقتي من جنبي. بابا لما يجي هيعمل فيا ايه؟ انا كان قصدي ان انا اذاكر والله، كده هياخد مني التليفون ومش هيوديني الجامعه تاني. ليه كده بس؟ ليه كده؟ ولا ابو الشغل ولا ابو اللي فين؟ انا مش عارفه اشتغل. وفعلا فعلا انا لو عرضته ارفع عليا الشيكات ويدخلني السجن واخد غرضه هيطول برضه البيت. ان على ابو كده يطلع ابو الشغل يا ابو الدنيا يا ابو اللي فيها. ياسمين هي بنتي، بس لو اعرفك على الشخص ده مش كويس يا بنتي. يا بابا والله ده زميلي في الجامعه، وهو بس كل اللي فعلا معاه كتب خارجيه ورحت معاه عشان اذاكر، والكتب انت عارف ان هي غاليه وانا مش معايا. انا قلت ان انا اوفر عليك بدل ما نشتريها. اوفر عليا ايه بس؟ حرام عليك يا بنتي، الانسان مش كويس خالص يا ياسمين. انا اسفه يا بابا والله ان انا ما قلتلكش ان انا رايحه هناك، بس كان في بنات كانوا جايين معانا بس هما حصل لهم ظرف فما جوش. انت عارفه يا بنتي استاذ احمد، وبعدين انا اصلا بابا ما اعرفش ان انت شغال هناك. شغال ايه يا بنتي؟ انا شغال جناين، كنت فاكرني شغال على مكتب. انا عارفه يا بابا. يا بنتي استاذ احمد عايز يتجوزك. يتجوزني انا؟ بجد يا بابا؟ بابا انت بتتكلم بجد ولا بتهزر؟ بتكلم بجد. ايه ده؟ انا ما كنتش عارفه ان هو بيحبني. ايه ده؟ هو عايز يتجوزني؟ ايوه. فريده فريده فريده، انا في حاجه متقدم لي، انا فرحانه قوي. لا وايه؟ غالي ومعاه فلوس وحلو قوي. اسمي انا زعلانه. ليه يا حبيبي؟ ما تقلقيش انا هجيب لك حاجه حلوه كتير قوي واخدك تقعدي معايا، موافقه؟ فرحان فرحان ومش عارف ايه اللي هيجرب. ما انا يا اما وافق على الجوازه دي، يا اما اتحبس واخش السجن
وبرضه هيتول بنتي، وبنتي صغيره برضه انا مش عارف هتروح فين وايه يبقى مصيرها. يا رب يا رب اعمل ايه بس في المصيبه اللي انا فيها دي يا رب. ايوه عماد، ايه نقول مبروك؟ ايوه استاذ احمد. ايوه كده عيني معاك، هو ده الكلام الصح. بس ليه طلب عنك؟ طلب؟ طلب ايه اطلب؟ ما تعرفهاش بس اللي هي ليله واحده ولا يوم واحد. لا ما تقلقش مش هعرفها، وبعدين ما تدقش قوي على كلمه ليله دي، ممكن يبقى يومين اسبوع زي ما المزاج يطلب. استنى 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 هنا ثواني. يلا مش خساره في الاثنين، افرح واتبسط، خد الفلوس دي انت وبنتك، عايزها بقى تجيب لبس جديد كده وتروق على حالها، ماشي؟ يلا الف مبروك ابو العروسه. المهم انا فاضي النهارده، لو كده يبقى نكتب الكتاب. كده انا هديها نص الفلوس دي، والنص التاني هو اللي هينفعني. ياسمين يا ياسمين. ايه يا بابا؟ كنت فين ولا بتعمل ايه؟ خد يا بنتي الفلوس دي كلها يا بابا. احمد بعتها لك. بعتها لي ليه انا؟ ايوه ده طلع بيحبني قوي يا بابا، بس انا هعمل بيها ايه؟ هتجيبي لنفسك لبس ولا تجيبي لنفسك اي حاجه؟ لزوم الفرح يا بنتي. الله، يعني انا هجيب لبس واجيب ميك اب واجيب كل الحاجات اللي انا عايزها؟ اللي انت عايزاها. ياسمين ياسمين هجيب لي هدوم معاكي. هجيب لك يا حبيبتي هدوم معايا. طب بابا انت ليه مش مبسوط؟ ليه زعلان؟ يا حبيبتي انا مش زعلانه، بس بشوف اعزم الناس ازاي عشان فرحك يا ياسمين. دماغي مقلوبه بس يا بنتي. ماشي يا بابا انا هروح، انا بقى الحق. ماشي روحي يا حبيبتي. بس انا مش عايزه اروح لوحدي ومش عارفه انقي حاجه. المفروض احمد اللي يجي معايا ينقي الحاجات اللي احنا هنلبسها، وبالمره الناس تشوف ان انا اتخطبت. ايوه ياسمين ازيك يا احمد؟ الحمد لله. في حاجه ولا ايه؟ لا كنت عايزاك تيجي تنقي الهدوم بتاعتنا سوا، وبعدين انا عايزه البس على ذوقك، كنت عايزاك تيجي معايا. هدوم ايه؟ وعايزه الناس كلها تشوفني معاك في الشارع. بقول لك ايه يا ياسمين، سيبك من كل ده، انا عايزك زي ما انت كده. تعالي اقعدي كده. ازاي يا احمد؟ اقعدي بس اقعدي، انا هتصل بابوكي دلوقتي يجي ونجيب المأذون ونكتب على طول. نكتب على طول ازاي؟ انا لسه ما اشتريتش لبس، وعشان الفرح والمعازيم. هو ابوك ما قالكيش ولا ايه؟ ما قاليش ايه؟ في ايه يا احمد؟ انا مش هعمل فرح، اصل انا ناوي بعد الجواز اخدك ونسافر بره نقضي شهر العسل يعني. والله هي فكره حلوه برضه، بس هو ما قاليش. اهدي بس يا ياسمين، هتصل بيه دلوقتي واقول. استنى يا احمد. لا ما تقولوش. طيب ان انا هنا اهو. امال ايه طيب؟ خليه ماشي، هو يجي وقبل ما يجي هبقى انا اطلع واجي وراه كاني لسه جايه. طيب ماشي يا ست. بقول لك يا حمايه، ما تيجي كده البيت عندي وانا اتصل بالمأذون عشان نكتب الكتاب. لا لا، ويبقى نبعت نجيب يا ياسمين عادي. خلاص يا استاذ احمد، جاي لك يا استاذ احمد. ماشي دقيقه اكون عندك. سلام. استعجل بسلامتك. حاضر جاي لك. خلاص كده يا ست، ابوك والمأذون جايين في الطريق. طب انا لازم امشي دلوقتي بسرعه. لا لا تمشي ايه؟ هو ما ينفعش يشوفني هنا يا احمد. يا ياسمين اهدي بس، اهدي. تعالي تعالي ادخلي هنا. ايوه هعمل ايه؟ مين؟ احمد ابوك. ادخلي انت هنا وما تشغليش بالك، اهدي بس. يلا ادخلي. عمر. خش خش اتفضل. انا كلمت المأذون وهو جاي في الطريق. طب اقول لك يا استاذ احمد. ايه يا حمايه؟ عقبال ما المأذون ما يجي كده كنت حضرت له كوبايتين عصير ولا حاجه. الله ينور عليك، بتفهم في الاصول. اتفضل. اعمل لي عصير معايا؟ اعمل لي عصير معايا. ماشي يا استاذ احمد. خرب بيتك، وراح فين؟ وهيشوف البنت ولا يشوفها؟ كلها خمس دقايق واكتب عليها اصلا. ما زلت اتاخر ليه؟ لما رن عليها اشوف وصل لفين ولا استعجله. ايه يا مولاي انا اتاخرت ليه كده؟ في الطريق. طب تمام توصل بالسلام. انت اللي جبت لنفسك يا استاذ احمد. ايه ده؟ هو بيحط ايه لاحمد في العصير؟
تقدر تزعل. شو ده يا عم هادي؟ انت عامل كوبايه واحده، انت مش هتشرب؟ لا انا قلت بقى اشرب لما المؤذن يجي، بشرب انا هو. طيب اشرب بس وزع. ماشي، تسلم ايدك. الف هنا، اشرب. تسلم ايدك يا حماية، تصدق انا اول مرة اشرب عصير بالطعم ده. هنا والشفا. على فكرة بقى، بنتك. بنتي؟ بنتي عمرك ما هتطول منها شعرة واحدة. انك انت دقايق مش هتبقى معانا. انت بتقول ايه؟ انت حطيت معاك في العصير؟ اشرب. اتألم. لازم اعمل كده. انت فاكر اني كنت اسيب لك بنتي بالسهل؟ ايه ده؟ هو ايه اللي جرى لاحمد؟ بابا حط له في العصير ايه؟ ايه ده؟ ياسمين؟ انت عملت في ايه؟ انت هنا بتعمل ايه؟ انت شربته ايه؟ انت ليه بتعمل كده؟ انت ما بتحبنيش؟ ايه كل اللي في قلبك ده كله؟ مستكتر علينا اني اعيش مبسوطه واتجوز واحد بيحبني؟ انت مش فاهم حاجه، يلا نمشي من هنا. نمشي هنا وصفت ايه؟ ده كان بيحبني وانا حبيته. ليه عملت كده يا بابا؟ يا احمد بابا؟ يا بنتي انت مش فاهم حاجه. استكترت علي ان انا اتجوز واحد بيحبني وهيخليني مبسوطه عشان هيجيب لي كل حاجه؟ طبعا عشان كنت عايشه احسن منك. ايه كنت فاكر ان انا هشغلك عندنا؟ والله لا، كنت عايشك معانا هنا في البيت. والله مش كده. مش كده ايه يا اخي؟ انا لازم ابلغ عنك. انا هتصل بالنجده. الو النجده يا بنتي.